لا تقنطوا من رحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سنقف عند آية عظيمة، آية عظيمة، آية لابد أن نقف عندها وقوفا جاد. هذه الآية أيها المحترمون نقرأها كثير ونسمعها كثير، والذي يتدبرها قليل إلا من رحم الله. دعونا نعيش مع هذه الآية، فأسأل الله أن يفتح علينا في كلام الله من أوله إلى آخره، وبالذات هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية سموها العلماء أرجى آية في القرآن. دعونا نتدبرها. اسمعوني أيها المحترمون بقلوبكم، أنت أيها المتحدث تحدث بقلبك، تحدث وأنت تريد رضا الله. أنت أيها الإمام، أنتم أيها الفضلاء المحترمون، سواء كنتم رجالا أو نساء، ضعوا قلوبكم مع هذه الآية، لا تقنطوا. كم شخص يسمعني الآن، والآن جالس معنا في هذا المكان الطيب، وأفضل مكان على الإطلاق بيت الله، أفضل مكان على الإطلاق بيت الله. لك الحمد يا الله أننا اصطفانا رب العالمين أننا نجلس في هذا المكان. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إيش؟ لا تقنطوا. مهما سويت من الذنوب، مهما فعلت، ذنوب كبار، ذنوب صغار، إيش قال الله لنا؟ إيش؟ لا تقنطوا. لكن ليس معنى ذلك لا تقنطوا ما تقبل على الله، لا، معنى ذلك أنك تقبل يا فلان وأنت يا فلانة تقبلون، نقبل جميعا على التوبة. ونعلم علما يقينا أن شروط التوبة أربع: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم أن لا ترجع إلى المعصية، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. أن نتوب قبل أن تخرج الروح وقبل أن تطلع الشمس المغربية. إيش قال لنا؟ لا تقنطوا. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. كم شاب وكم امرأة يقول وتقول هي: أنا عندي ذنوب عظيمة. أنت الآن تتكلم الآن، أنت تتكلم الآن، والآن شريط حياتي السيء أمامي، الآن شريط حياتي السيء أمامي، هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي سبحانه؟ هل الله يسامحني؟ هل الله يغير حياتي؟ هل الله يقبلني؟ هل الله يجعلني أترك المعاصي؟ نقول نعم، لو ذنوبك مثل الجبال. يقول الله: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. الذنوب في اللغة جمع تكسير، وقيدها الله لما قال الذنوب إيش؟ جميعا، لم يقل ذنبا ولا ذنبان ولا ثلاثة ولا أربعة. رسالة، رسالة لكل جالس منا، رسالة للمتحدث، رسالة للجالسين في هذا المكان، رسالة من يسمعني في خلف الشاشات، رسالة من يصل إلي هذا الكلام: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. لا تكون ورحمة الله وسعت كل شيء، لا تكون تذهب هذه الرحمة ولا تكون من هذه الرحمة. وسعت كل شيء، هل أنت من هذا الشيء؟ اللهم اجعلنا منهم، قلوا آمين. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.